دارين، اتأخرت عليكم. ايه رأيكم في الباك باك دي؟ اشتريتها امبارح مخصوص عشان الرحلة. واو حلوة قوي، حلوة قوي البيجامة اللي انتي لابساها دي يا نورة. بس انتي ليه لابساها دلوقتي؟ ما كنتي تلبسيها هناك ولا انتي هتنامي في الباص؟ بيجامة ايه؟ انتي مش بيجامة فعلا؟ اصلا عندي بيجامة نسخة منها. متأكدة ان هي مش بيجامة؟ فعلا انت كنت لابسه نفس البيجامه دي لما كنا في البيت اخر مره. بس دي مش بيجامه، مش بيجامه. ليه كده يا حبيبتي؟ ليه احرجتي زميلتك بالشكل ده؟ سيادتك اللي جاي من عند سعد بي؟ ايوه خير. طب ممكن تشوف حل معاها بقى؟ صاحبتها بتعيط ومامتها هتتصل تشتكي. طب وانا مالي؟ انا عاوز اشوف لها حل. هو حرجني. انا مشي في يحلى وبتهيب منها عشان بتتنمى وتتايق عليا. طب بتنمر عليك ليه؟ دي غريبه جدا يعني. غريبه فعلا عشان اللدغه. يا عم اللدغه ايه يا عم؟ انا والله ما خدت بالي ان انت عندك لدغه. لدغه في ايه بقى؟ حرف ايه؟ اما انت بتقول ايه صح اهو. انت سامعها ايه؟ انما هي اساسا مش ايه. امال هي ايه؟ يه. ايوه ايه اللي هي الوزه دي؟ الموزه. زي يومي يومي كلب حيامي. طيب لا انت ما تجيش جنبها طبعا، دي مش هتسيبك في حالك يعني. مضطرين نتعاون مع بعض يعني منع عن الإحراج. أنا هشام. اسمك كريم إيه؟ اسمك كريم. كريم كريم إيه طيب؟ كريم إبراهيم. لا خلاص أنا هديلك باسم العيلة ونخلص. إيه يا سيدي؟ ما حضرتك مصعبها علينا جدا برضو. ليه زنقنا في الحتة دي؟ مش بقيضتي يعني. خلاص أنا هبقى أتصرف معاها. حاول أنت بس تبعد عنها. أرجوك حل مشكلة دايما ونور يا حبيبي. ما تلاقي طب الكلام بقى اللي بتقوله. يا خبايا ابيض برضو. مامة نورة بتتصل. الو ايه مدام عبيد؟ انا سدد وده، انا هخلص بسرعه. لا ما يدينيش طبعا، ما يدينيش. ولي امي دايين هنا هو بيتصير. وعلى فكره لبس نورة خطير. ده من بايس ده ولا ايه؟ اخلص. حاضر. المدياسه مش هتسكت على المسخره دي يا حبيبي. اخلص. مع السلامه. ايه الجمل دي كلها؟ وايطه. لو مش هتعرف تسيطر عاديين عيفني. خدها ويوحها. انت عارف المصيبه ايه؟ انت عارف اسم المدينه اللي احنا طالعينها؟ الغيدقه. طلعت ما تلمحكش بقى. اتفضل بيها حضرتك يا عم. بالراحه. ايه بقى؟ اطلع.